السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع شرح وحل تدريبات كتاب جيم الصف الثاني الإعدادي 2025 معانا النهاردة إن شاء الله مع الدرس الثالث والرابع في الوحدة الثانية. طبعا في أول الكلام بيجيب لي كلمات عشان يتأكد من فهمي وحفظي للكلمات. طبعا عندنا كلمة husband يعني زوج، crowds يعني مجموعات أو حشد كبير من الناس، normal يعني طبيعي، وgrateful يعني ممتن. Number one بيقول لي a lot of A were standing around the players after the match، يعني كتير من الإيه كانوا واقفين حوالين اللعيبة بعد المباراة. طبعا a lot of crowds، crowds ديت يعني حشود من الناس أو مجموعة كبيرة من الناس. تعال نشوف number two، بيقول لي أمير is my A، he got married 2 years ago. بيقول لي أمير ده إيه، إحنا اتجوزنا من سنتين اتنين، يبقى ده husband، وhusband ده حبايبي بمعنى زوج، يبقى أمير ده جوزي وإحنا متجوزين من سنتين. تعال نشوف number three، بيقول لي I am A to all the teachers for their help، يعني أنا A لكل المدرسين لمساعدتهم ليا، يبقى grateful، وgrateful حبايبي بمعنى ممتن، تاني grateful بمعنى ممتن. تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحة 64، عندنا كلمة win بمعنى يفوز، flu بمعنى طارة، feel بمعنى يشعر، وأنه إن. بيقول لي tomorrow we are going to get a plane and visit a new country، طبعا هنركب الطيارة يبقى get on a plane، تاني get on a plane. تعال نشوف number two، بيقول لي the opposite of lose is a، طبعا بيقول لي عكس كلمة lose، ولوز حبايبي بمعنى يخسر أكيد، عكسها win، win حبايبي بمعنى يفوز. تعال نشوف number three، بيقول لي drinking warm soup، شرب الشوربة الدافية can make you a better when you have a cold، طبعا ممكن يخليك تشعر بتحسن، وخلي بالكوا حبايبي ان ميك مفعول بيجي وراها مصدر او صفة على طول. نمبر 4 بيقول لي I ate to London 2 weeks ago I did a lot of shopping there، طبعا عايز اقول ان انا طرت لندن، رحت لندن بس طيران، يبقى هقول I flew to لندن. تعال حبايبي يلا نشوف التدريبات اللي موجودة في صفحة 68. نمبر 1 بيقول لي after a long day at school I like to eat by watching my favorite show، بيقول لي بعد يوم طويل في المدرسة أنا بحب إيه، بمشاهدة البرنامج المفضل لدي، أكيد طبعا I like to relax، relax معناها يسترخي أو يستريح. نمبر 2 بيقول لي أنا told me a very joke، joke حبايبي بمعنى نكتة، I laughed a lot، طبعا أكيد طالما أنا ضحكت يبقى هي funny joke يعني نكتة مضحكة. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي باسل is something wrong by taking his father's phone without asking، بيقول لي عمل شيء مش كويس خالص بأن هو خد التليفون بتاع بابا من غير ما يستأذن، طبعا هنا يفعل شيء اسمها did something wrong. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي my aunt has two sons، عمتي عندها ولدين اتنين، A 11 and 13، طبعا يبلغون من العمر، aged، aged معناها يبلغ من العمر. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي سارة went to the shop to buy some sweets، بيقول لي سارة راحت المحل عشان تشتري بعض الحلويات، يبقى اكيد هنا يدخل اسمها went into the shop. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي tomorrow we are going to a plane to visit Paris، طبعا هنا هنلحق بيه الطائرة يبقى catch a plane. تعال نشوف number 7 بيقول be careful with that knife it's very، بيقول خليك حريص من السكينة دي لأنها very sharp، والشارب حبايبي بمعنى حاد. تعال نشوف number 8 بيقول my teacher smiled at me، طبعا يضحك ليا أو يبتسم ليا اسمها smiled at، laugh at or smiled at. تعال نشوف number 9 بيقول doing things that you love can give you lots of، بيقول انك تعمل حاجات اللي انت بتحبها بيخليك ايه طبعا happiness، happiness give you a lot of happiness يعني بيديك سعادة كتير. تعال نشوف number 10 بيقول the opposite of dark is، عكس حبايبي كلمة dark، برافو عليكم، dark عكسها light، light معناها مضيء. تعال نشوف number 11 بيقول بسملة ايه her younger brother nicely and shared her toys with him، طبعا بيقول ان بسملة بتعامل اخوها كويس وبتشارك الالعاب بتاعتها معاه، يبقى اكيد treated، treated معنى يعامل او يعالج. تعال نشوف نمبر 12 بيقول the students were pleased at their exam results، يبقى هنا على طول حبايبي هاخد about. تعال نشوف نمبر 13 بيقول I have to a reading the story because the teacher will ask us about it tomorrow، بيقول لي انا مضطر ان ايه قراءة القصة لان المدرس هيسألنا عنها بكرة. يا ترى treat عامل ولا عالج، wait انتظر ولا stop ولا continue، اكيد طبعا continue استمر في القراءة، لازم استمر في القراءة عشان المدرس هيسألنا فيها بكرة. نمبر 14 بيقول لي we should keep our A safe from the sun when it's very hot،
لازم نحافظ على ايه امن من الشمس لما يكون الجو حر جدا. طبعا اكيد لازم نحافظ على جلدنا، وجلدنا اسمه سكن، لكن سكال بمعنى جمجمه، وسكيل بمعنى مهاره، وسكيل بمعنى ميزان. تعال نشوف نمبر 15 بيقول I like ايه؟ I like watching trees and birds. طبعا هنا بيقول لي انا بحب ايه؟ انا بحب مشاهده الطيور، يبقى اكيد I like nature، ونيتشر حبايبي بمعنى الطبيعه، تاني nature بمعنى الطبيعه. تعالوا نشوف حبايبي page 69، صفحة 69. بيقول لي when you invite a person to your house، لما تدعي شخص لبيتك they are your ايه؟ اكيد طبعا كده بيبقوا ضيوف بتوعك، وضيوف يعني guests. تعالوا نشوف نمبر 2 بيقول I'd like to invite you to my brother's ايه؟ he will get married. طالما هيتجوز يبقى ده حفل زفاف، يعني حفل زفاف wedding. تعالوا نشوف نمبر 3 بيقول لي he went to the ايه to catch the plane. طبعا راح يا حبيبي عشان يلحق بالطائرة، اكيد طبعا هيروح الايربورت، ايربورت يعني مطار. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي اناهت is an area of very dry land. بيقول لي منطقة فيها ارض جافة، طبعا اكيد دي ديزرت، وديزرت حبايبي بمعنى صحراء. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي the skin of a zebra is ايه. طبعا بيقول لي ان جلد الحمار الوحش اكيد striped، striped بمعنى مخطط. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي it's normal، من الطبيعي to get ايه when your father is late. طبعا لما بابا يتاخر اكيد انت اكيد بتقلق، يعني ايه يقلق؟ اسمها get worried. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي to be a is to be happy about the good things in your life، انك تكون سعيد بخصوص الحاجات اللي في حياتك، فاكيد ده grateful، وgrateful معنى ممتن. بعدها نمبر 8 بيقول لي are boys or girls from 13 to 19، من 13 ل 19 اكيد دول teenagers، وteenagers بمعنى مراهقين. نمبر 9 بيقول لي when the tourists travel outside their countries، لما السياح بيسافروا بره بلدهم they carry their A on their back، بيشيلوا ايه على ظهرهم. طبعا هنا حبايبي السياح لما بيسافروا بيشيلوا حقائب السفر، فين حقائب السفر؟ اسمها suit cases. طب تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي it's A to feel scared if you see a snake. طبعا بيقول لي من الايه انك تشعر بالخوف لما تشوف ثعبان، اكيد طبعا it's normal، ونورمال حبايبي بمعنى طبيعي. طب تعال نشوف اللي بعدها بيقول لي ايه means not with other people، يعني انت مش مع ناس تانية، يبقى انت alone، alone حبيبي بمعنى لوحدك. نمبر 12 بيقول لي is everything in the world، كل حاجة في العالم that is not made by humans، مش مصنوعة بواسطة الانسان، يبقى اذا هي طبيعية، يعني هي طبيعة nature. طب تعال نشوف نمبر 13 بيقول لي people like to wear a clothes in summer، بيلبسوا ملابس ايه حبيبي في الصيف؟ اكيد طبعا ملابس خفيفة، وخفيف يعني light. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير زمايلك عشان الكل يستفيد، كل ما تشير اكتر كل ما دعم ان احنا نكمل في المنهج اكتر ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.